راجل ما حصلش، ولا 100 مليون راجل غيره يملى مكانه، ولا 100 مليون راجل غيره في ربع حنانه راجل ما حصلش. الصبح ينور من عينه، ونغاب الدنيا تقول فينه، وإن أخدوا طريق لسفر محتوم مليون سكة ما بيني وبينه راجل ما حصلش. يضحك الكون بفرح يتقاد، وسعادة الدنيا معاه تتعاد، وما فيش وياه ولا ربع خصام ولا بعض أسى ولا حتى بعاد راجل ما حصلش. فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي. دبت مفتاحه في قلب الباب تسوى الدنيا، دخلته طلته هلته عالبيت مليون دنيا، ويعدي نسيم ويهل بروح ورد وأزهار مسك كلونيا راجل ما حصلش. وأنا ما تصورش الدنيا بدون حسه، فيها إيه وإزاي؟ والله يا سلام إن خدني في حضنه وأنا جواه بستنى الجاي، وساعتها بقول وساعتها هقول أنت حبيبي أنت حبيبي. نص الحلو اللي قالوه عنه سمعوه مني، نص الحلو اللي قالوه عني سمعوه منه، لأنه لأني عيني ونني خيلني شغلني ومجنني، أستحمل فيه ويستحملني ويقول لي كلام ولا في الأحلام، وأقول له كلام زي الأفلام، ويطبطب على قلبي بصوته من غير العتاب ولا حتى ملام راجل راجل ما حصلش. فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي. متكمل بيا وهو كمان بيكملني، ويكلمني في عز الوحدة الدنيا تسقف ترقص تفرح وتغني، علشان صوته في عز الوحدة بيطمني. سلمت له روحي وهو بعمره مسلمني، وأنا ما بهزرش أنا ما بهزرش إن قلت عليه راجل ما حصلش. وساعتها هقول انت حبيبي انت حبيبي. فارس احلامي حبيب قلبي وحبيب ايامي. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ انا عندي سؤال، مين الراجل ده؟ فين الراجل؟ اين هو هذا الرجل؟ هو ده السؤال بصراحة. الراجل ده هو بابا، هو جوزي، هو اخويا، هو ابني. التلاتة دول في حياتي، هو ده اللي انا بشوفه منهم وبشوفه معاهم، هو ده اللي انا كده. ربنا يخليهم لك يا عم. كده من نموذج للراجل. الستات اللي بتتفرج من اللي بنسمعه يحسدوك. لا، هو الموضوع مش موضوع حسد، هو الزوج طالما ان هو راجل كويس يبقى لازم ان احنا الست تبقى مقدره قيمته، مقدره فعلا. لما انا قلت كلمه دبت مفتاحه في قلب الباب، واكيد حضرتك حاسه بيها لان هي كلمه قديمه. تحسي حبيبتي لسه عامله فيديو على فيسبوك على دكتور نبيل. ايوه، الرومانسيه والحراج راجل ما حصلش. ايوه، راجل ما حصلش. لما بيفتح الباب ويدخل الراجل، لما يفتح الباب ويدخل البيت والله تسوى كتير قوي قوي يعني. بس هو كمان حبيبها، وهو طبعًا كمان بيقول لها كلام حلو. بالزبط. يعني انت عاملاها الحدوته بتاعتك جداً. الشعر الجميل ده انه حاجه متبادله، مش انا بحبه، مش انا بحبه وهو بس بقى داخل. لا، العلاقه المتوازنه السويه. والصوت الجميل اللي فتى احلام. فتى احلامك شكله ايه يا شهد؟ زي اللي بتقول عليه اماني ده. لسه ما فكرتش في الموضوع ده. لسه ما فكرتش يا شهد. يا شهد
احنا اسفين ان احنا قلنا لك كلام كبير قوي كده. طب ما فكرتيش تخلي عنصر ذكوري في الفرقه؟ ايوه عملتها قبل كده وسميتها ضفاير قصه وشنب. ودخلت فيها طبعا عناصر من الشباب العازفين، والحفله الجايه بتاعتي دي انا مدخله فيها برضو. عرفوا يحسوا بده ولا عشان البنات دايما برضو احاسيسهم والعاطفه عندهم يعني قويه وبتاع، يعني الشباب اللي انت استعنتي بيه حس بالكلمات دي وحسوا حقيقه كل اللي انا عملت معاهم وكل اللي اشتغلت معاهم فعلا مشاعرهم في الحاجات الرومانسيه بتبقى من اعظم ما يكون. بتلاقيهم ازاي يعني؟ ازاي انا برضو مش سهله، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه مع ان الدنيا على طول بقت سريعه، مع الضغوط الحياتيه الطبيعيه، مع الحياه الماديه الفظيعه، ان تلاقي حد رومانسي وتلاقي فعلا عنده رومانسيه حقيقيه مش طبعًا. بيمثلها ويقدر يوصلها زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، مش سهل. لا تقعدي قد ايه عشان تنقي الناس اللي معاكي في الفريق؟ البحث بياخد مني وقت وجهد كبير جدا جدا ومتعب ومضني فعلا يعني، وبحب اللي هيجي يعني يعمل حاجه معايا اتقابل معاه. الاول بتقابل معاه بالتليفون بالكلام، بعمل سيرش عن الشخص سواء كان فنان او فنانه، وبقعد اشوف الدنيا عنده عامله ازاي، هل هو من الاشخاص اللي بيشتغل فن علشان يتكسب فقط، ولا عنده نزعه برضو ادبيه وفنيه وحابب ان هو يعمل حاجه وتجربه مختلفه. غير ان المكسب حلو، لكن الفنان لازم يحتفظ برضو بان هو جواه فنان طبعا. فلازم لسه، حتى مره كنت بتكلم مع دكتوره هدى بقول لها الفن حاجه احنا لازم ان احنا برضو نشتغل عليها ونكبرها، وما نحرمش الناس من الموهبه اللي عندنا، حرام. طبعا يعني قدمتي اكتر من مره في اكتر من مكان، تقبل الناس لده ايه؟ قولي لي يا اماني بصراحه والناس سامعيني. استقبال غير عادي. يا سلام والله. لازم بتروحي برضو في حتت يعني بيتردد عليها مثقفين او ناس عندهم حقيقي يعني، والناس عندهم انتماء يعني، شعراء، فنانين، يعني رومانسيين. الكلمه بالنسبه لي يعني حريصه فيها طبعاً. دول بنات واهليهم كلهم سايبينهم يعني امانه معايا. فكره ان انا ما بقولش غير في الاماكن الاليت بس، لا على فكره انا ويمكن هم ما يعرفوش، انا كنت بقول شعر في الشارع وكانوا بيجوا والناس وبتيجي وبيسمعوا وبيقعدوا وبينسجموا جدا فعلا. فالجمهور عنده استعداد يعني لتقبل الجديد والراقي والمختلف جدا جدا جدا. هو مظلوم، احنا دايما بنقول الناس عايزه كده، لا الناس مش عايزه كده، ما هي الناس بتتفرج على اللي بيتقدم لها يعني. بالزبط. هو ده اللي بيتقدم لي بتفرج عليه. طب احنا عايزين نسمع حاجه كمان. نسمع حاجه فيها غنى وفيها شعر وفيها موسيقى، والدكتورة هدى بقى على الإيقاع بقى تكسر الدنيا. طيب. يبقى هقول لكم، أنا هقول الأول حاجة توصلنا للي أنتوا عايزينه. طيب. أوكي؟ رسالة، دي رسالة عن المرأة اللي بتشتغل في الخارج. أوكي؟ صاحبتي وحبيبتي أم عبد ودود، بهديك الورود من بلاد فاصلة ما بيننا بمية حدود، لكن يا صاحبتي مسير عود وأما بعد، بلغي سلامي للجميع، عمك واخوكي عبد سميع اللي كان ورث الجميع، وعيالك اللي بقوا جرود، واخوي رحيم ومرته السهنة وابنهم كريم، واختي ابتهال والحليوة ابو العيال، والبت مهجة والولا المفعوص جلال، واختك البومة دلال، واخوي جمال. وقولي لامي، قولي لامي يا ام عبد ودود اني عال واني حعاود عن قريب، راجعة بمال حلو وكتير يغنيها عن ذل السؤال. وقولي كمان ما بجاش خلاص الحال عسير، وكل شيء حيكون يسير، بس ادعي يام مرجع اوام، عشان تعبت من الكفيل، تعبت من طول الدوام، وسلام ختام بنتكم المشتاقة بتاعت الهدايا والرواجة، ست ابوها ام الحسام. ست ابوها كملوا بقى ورينا وصلتنا لايه.
صفحة بيضة من حياتي واخدة ألواني الكتير، كل يقول له حتة ملكه بس مش عبدي الأسير. صفحة بيضة من حياتي واخدة ألواني الكتير، كل يقول له حتة ملكه بس مش عبدي الأسير. مرة يغطي حتة نون ومرة يملى فراغ كبير، كل لون ياخد مراحل مين من التاني يغير. مرة يغطي حتة نون ومرة يملى فراغ كبير، كل لون ياخد مراحل مين من التاني يغير. لا 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 لا. لون ياخدني يبقى طينة، لون يرجعني عجينة، لون يقوم يحضن خدودي، لون يضفرني ويطير. لون ياخدني يبقى طينة، لون يرجعني عجينة، لون يقوم يحضن خدودي، لون يضفرني ويطير. لو بهدي يبقى سادة فرحتي بان زيادة، وإن لقيت حبيبي جنبي يبقى لوني صافي بمبي. لا 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 لا. صور حدودي لون حياتي، لون خدودي، لوني بيأكد وجودي، لوني واضح للنهاية عمره ما يصور حدودي. لوني غامض ولا صامت، ولا صامت للنهاية، لوني زي الشمس يغرب بس في شروق البداية. لوني غامض ولا صامت، ولا صامت للنهاية، لوني الشمس يغرب بس في شروق البداية، بس في شروق البداية، بس في شروق البداية. يلا جمالكم يا ناس، برافو البنات الحلوين. لا نعرف بقى شكلهم، تعالوا عندنا كده هو عشان نشكركم ونعرف اساميكم ايه. يلا حبيبتي اسمك هاتي المايك معاكي. كاس ايه؟ لا المايك بقى. فاطمه ابراهيم. ايه فاطمه؟ فاطمه ابراهيم. شوفي مش دي أيوة. بقى دي اللي 9 أيوة. سنين فصحى مش فاطمه، لا هي فاطمه مش كده. لو حد قال لك فاطمه بتزعلي؟ لا لا عايزين. طيب اوكي. وانت حبيبتي؟ زينه اسلام. ها؟ زينه اسلام. زينه اسلام. انتوا في معهد الباليه ولا ايه؟ ولا في الاوبرا ولا ايه؟ لا لا في اكاديمي اسمها تيكالي. في اكاديمي تيك، قولوا حاجات اكاديمي تيك اليب. ايوه كده تيك اليب. لازم تتكلمي في المايك، تكلمي في المايك عشان الناس تسمع. في سنه ايه؟ انا في سنه 5. ميدل 1. لسه انت لسه في سنه اولى؟ لا ميدل 1 جريد 7. طبعا ما احنا مش فاهمين اي حاجه. احنا عارفين اللي بيقولوا عليه الاطرش جاي تدي ولاعداد. طب عندي سؤال، انت دخلتي بقى الباليه كمان في الفرقه؟ ربنا يخليكوا ميرسي. شكرا. لا انت معاكي بقى تدي الميكروفون. هي الكلمات دي انا ملحناها، كاتباها وملحناها، وحسيت ان هي رقيقه قوي، انها ممكن اللي يحصل عليها التابلو اللي يحصل عليها هو الباليه. لان انا طبعا مش كل الحاجات عندي مجرد اللي انتوا شايفينه، انا بعمل حاجات على المسرح، قصيده تنفع تبقى خيال ظل، قصيده ينفع تبقى فيها كاركتر والبسه واغيره، قصيده فيها الرقص بالباليه، مولوي، صوفي، حاجات كتير. حسب وانتي مش دارسه اخراج وبتخرجي كل ده لوحدك؟ لا مش دارسه بكل موهبه كده خالص. تمام ما شاء الله عليك. انا مش عارفه اقول لكم ايه، يعني احنا سعداء جدا 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 بيكم النهارده، سعداء بالتجربه يا اماني، وربنا يوفقك فيها. أشكر. وان لقيكم منتشرين، انتوا ما عندكوش عروض قريبه؟ عندكم عروض؟ انت فين؟
يوم 31 اكتوبر في قبة الغوري هنا في القاهره. الله، شفتوا في برضه حته مثقفين. لا 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 ما تقولوليش يعني حته في مثقفين برضه فيها. لا ان شاء الله ربنا يوفقكم وان كنتوا تنتشروا على مستوى كل وسائل الاعلام وايضا الاماكن الاليت زي ما انت قلت عليها، الاماكن الراقيه دي هي، وان الناس تتقبل فن جديد يعمل لهم اضافه، كلمه حلوه ولحن جميل وبنات زي القمر. عايزين ايه بقى؟ معلش كلام. هم ضفاير فعلا، هم ضفاير فعلا جميله. يا دكتوره هدى، يعني انت الايقونه بتاعت، مش كده ولا ايه؟ دكتوره هدى انت الدكتوراه بتاعتك في ايه يا دكتوره؟ فلسفه كليه اداب. صوري بقى فلسفه اداب. ايوه. والطبله دي هي اسمها طبله دي ولا اسمها ايه؟ ايقاع. هو طبله دي طبله دي طبله دي طبلة. انا بلعب ايقاع. قال لي خلاص خلصنا تايم. يا للاسف احنا يعني هنروح كده. احنا سعداء جدا جدا بيك، وشرفتونا ونورتونا واسعدتونا وثقفتونا وكل حاجه حلوه فيكم. شاكرين جدا شاهد ومريم وريما وهدى واماني والبنتين الحلوين فاطمه وزينة وفاطمه ودينا وفاطمه. متشكرين قوي ليكم، ويلا يسلم. باي باي. باي، نقول لكم باي باي. انتوا كمان قولوا